جاي اطمن على ابني في الثانويه العامه في علمي رياضه ان شاء الله باذن الله، واتمنى التوفيق لكل الناس يعني كاب وكام. والام بالذات بصراحه يعني تقريبا مامته ما نامتش من امبارح، يعني كل الناس عارفه مدى خطوره الثانويه العامه، فاحنا كل الاولياء الامور قلقانين وربنا يوفقهم ان شاء الله باذن الله الخير ان شاء الله. تقريبا هو صحي من على الفطار تقريبا ما نامش لغايه دلوقتي، ربنا يكون في عونه. يعني كان قلقان مش هنكر طبعا، قلق كبير انه تعب كتير جدا جدا السنه دي، والاسره تعبت كلها بصراحه ككل الاسر اللي في جمهوريه مصر العربيه تقريبا كلها. يعني على ما اعتقد نفس الشعور، كله تعبان يعني، بس نتمنى من الله سبحانه وتعالى التوفيق للناس كلها يعني ان شاء الله. لا بصراحه ما كانش في اي مشاكل خالص بصراحه، انا جيت هي بس ممكن المرور الصبح كان مضايقنا شويه في ركنه العربيات، تمام، على اساس ان احنا غصب عننا طبعا كل واحد بيبقى عايز يطمن على اولاده، فلا ما تقفش هنا، فبقينا نتحرك شويه لغايه ما ركننا بعيد وبعدين نزلنا كويس الحمد لله. يعني ما كانش في اي تريكات في اي حاجه، كان كويس يعني. لا مش زي السنه اللي فاتت، يعني انا شايف ان هو كان امتحان عربي عادي يعني زي اي سنه، كنا عشان انا مذاكر فلقيته ان هو سهل، لكن غير كده يعني عادي، هو ما فيهوش اي حاجه. اصحابي اللي معايا اللي انا اعرفهم قالوا ان هو كويس وما فيهوش اي مشكله، لكن الناس ما اعرفهمش ممكن يكونوا سابوا اسئله ولا حاجه. دي ما فصلتش فيه حاجه، بس ما كناش مذاكرين بس يعني، فيعني انا كتبنا حوالي نجاوب كده اسئله عشان نعدي. لا ما حصلش حاجه. والله الامتحان كان متوسط، مش ما كانش سهل ولا كان صعب قوي، يعني كان في بعض الاسئله بس عددها قليل، اللي هي الاسئله اللي بتقول انها صعبه، بتفرق ما بين واحد مذاكر من اول السنه ومذاكر ليله الامتحان وكده. بس عامه في مجمل الامتحان بتاع العربي، امتحان انا شايفه ان هو مستواه فوق المتوسط، يعني لا فوق المتوسط ولا عالي ولا سهل قوي، هو بس ايه كله اسئله ايه مباشره واسئله محتاجه حد مذاكر وحد عارف يعني المنهج وكده بيذاكر من الاول يعني. والله هو موضوع عربيات الامن ده بيوترني جدا، وجيت يعني لو ده مش تعليم، يعني ان انا اجي الاقي عربيه بوليس قدام المدرسه اللي انا امتحن فيها، ده مش تعليم، انا مش رايح، انا مش مسجون يعني ولا اي حاجه. هو فتشونا عادي، بس ما كانش فيها اي حاجه، ما كانش فيها اي مشاكل. هو إيه، انا امتحنت الوقت وزاد عليا 29 حاجه كده، فاضي بكتير عن اي امتحان احنا حليناه، وكان افضل من السنوات اللي فاتت، كان يعني اكنه هديه.